بسم الله الرحمن الرحيم. دي أول محاضرة في تشابتر 2. تشابتر 2 بيتكلم عن الهيدروستاتيكس. محاضرتنا الأولى بتتكلم عن البريشر انتنسيتي والبريشر ميجرمنتس. ده التشابتر أوتلاين. عندنا 10 مواضيع هنتكلم فيهم. المحاضرة الأولانية هتتكلم في أول 5 مواضيع: introduction, absolute and gauge pressure, pressure at a point, pressure transmission and measurements of pressure. وبعدين هنكمل بقية المواضيع في محاضرات قادمة إن شاء الله. طيب في البداية عايزين نتكلم يعني إيه fluid statics. fluid statics يعني إحنا بنتعامل مع fluid at rest، يبقى بالتالي كل البارتكلز بتاعت الفلويد سرعتها صفر، أو في كيس تانية إن إحنا بنسميها relative equilibrium، إن البارتكلز كلها بتتحرك بنفس السرعة، فبالتالي partial v بيساوي صفر، مفيش تغير في السرعة. يبقى في الفلويد ستاتكس ما عنديش ريلاتيف موشن بين الادجسنت لايرز بتاعه الفلويد، وبالتالي بارشال في باي بارشال واي بتساوي صفر. ده معناه ان مفيش شير ستريس بيأثر على هذا الفلويد وعايز يخليه يحصل فيه ديفورميشنز. الستريس الوحيد اللي موجود في الحاله دي هو النورمال ستريس اللي احنا بنسميه بريشر. فبالتالي انا ما عنديش شير ستريس لكن عندي نورمال ستريس. نورمال ستريس معناها فورس على اريا، وبناء عليه البريشر دوت هو دي اف باي دي اي، والفورس عمودي على الاريا. الابلكيشنز بتاعتي الفلوتنج بتاع السفن، او يعني الديزاين بتاع السفن عشان تبقى فلوتنج، اي سبميرجد بوديز حسب الفورسز اللي عليها، الليكويد ستورج تانكس الخزانات بتاعه الميه او بتاعه الفلويدز ايا كان بقى ليكويدز او جازس، الديزاين بتاع الخزانات ديت يعتمد على حساب الفورسز عليها نتيجه للفلويد اللي موجود جواها. برضو من الابلكيشنز الديزاين بتاع الجيتس البوابات اللي موجوده على على المنشات مائيه ايا كانت بقى هذه المنشات، مثلا منشات راكبه على ترع، بوابات في أهوسة، بوابات راكبة على ريجيليتورز، البوابات اللي موجودة على الخطوط بتاعة المية أو خطوط الصرف اللي انت شايفها في الصورة فوق ديت. برضو ديزاين بتاع السدود نفس القصة، الفورسز اللي بتأثر عليه دي هيدروستاتيك فورس، طبعا في دايناميك فورس نتيجة لأحمال زلازل وقصص تانية هتسمعها بعدين في كورسات أخرى إن شاء الله. طيب ايه هو البريشر؟ البريشر بيحصل نتيجة للصدام اللي بيحصل لجزيئات الفلويد مع الوولز. بيحصل عدد كبير جدا من الصدامات ديت في الثانية، كل الصدام منهم بيولد قوة. القوة دي بتكون قوة قليلة لكن نتيجة لعدد وجود عدد كبير من هذه الصدامات، فهو ده اللي بيولد البريشر فورس. فتعريف البريشر، لو انا عندي في فلويد موجود في كونتينر، ففي اوتورد فورس بتاثر على الوولز بتاعه الكونتينر ديت. فالبريشر هو الفورس ديت مقسومه على الاريا العموديه على الفورس. فبالتالي لو انا حبيت اشوف وحداته، هي وحدات فورس على اريا. الوحدة الشهيرة جدا وحدة اسمها باسكال، الباسكال دوت اللي هو الواحد باسكال نرمز له واحد بي اي، ده هو واحد نيوتن بير متر سكوير. في وحدات تانية اللي هي الواحد اتموسفير اللي هو الضغط الجوي، والضغط الجوي يعادل 760 مليمتر زئبق، او يعني عمود من الزئبق ارتفاعه 760 مليمتر، او بيساوي عمود من المية ارتفاعه 10 متر وثلث. الواحد مليمتر زئبق بيساوي 133 باسكال، والواحد كيلو باسكال هو 1000 باسكال. وفي وحدة اسمها PSI اللي هي pound per square inch، دي قيمتها 6890 باسكال. لو بصينا في التابل اللي موجود ناحية اليمين دوت، بيقول لي بعض اليونتس والديفينيشن او ريليشن شيب بين اليونت ديت واليونت التانية، يعني الواحد باسكال قيمته 1 جرام بير متر سكند سكوير، الواحد بار 10 اس 5 باسكال، الواحد اتموسفير 101000
و325 باسكال، واحد تورتور شيلي، واحد على 760 اتموسفير، 760 مليمتر زيبر بيساوي 1 اتموسفير، وال14.696 باوند بير سكوير انش اللي هي البي اس اي بيساوي 1 اتموسفير. زي ما اتفقنا او زي ما اتكلمنا في اول محاضره، القصه بتاعه اليونتس والديمنشنز، انت مش محتاج تحفظ هذه التحويلات، واحنا قلنا ان انت محتاج بس تعرف ازاي تحول ماس لماس ولينس لينس، وطبعا تايم لتايم، وهتقدر تجيب اي تحويلة بسهولة. اللي يهمني انك تعرفه قوي ان الواحد بار بيساوي 10 اس 5 باسكال، والواحد اتموسفير تقريبا 1.01 في 10 اس 5 باسكال. ال 76 او 760 ملم زئبق دي اللي هي انت عارف، فاكر البارومتر الزئبقي اللي انت درسته قبل كده، كان ارتفاع الزئبق فيه 76 سنتي، وده هنتكلم عليه النهاردة برضو ان شاء الله. طيب عايزين نشوف الاتموسفيريك بريشر. فلو احنا قلنا، او عايزين نتكلم على الاتموسفيريك بريشر، فلو احنا قلنا ان احنا عندنا imaginary wall كده او دي وولز بتاعت imaginary container، وعايزين نشوف الكثافة الدنستي بتاعت الاير والبريشر، هنلاقي ان بالقرب من سطح الارض هنلاقي ان الدنستي بتاعت الاير والبريشر ده الجريتست عند الاير سيرفس. كل ما انت بتعلى في المنطقة التانية هتلاقي ان النتيجة لتأثير الجرافيتي، فعدد البارتكلز بتاعت الهواء هتبقى اقل، وبناء عليه الدنستي في المنطقة ديت هتبقى اقل والبريشر اقل. يبقى كل ما انت بتعلى الدنستي بتقل والبريشر بيقل، لغايه ما توصل للسبيس هتلاقي ان الدنستي والبريشر بيوصلوا لصفر. السبب في كده طبعا احنا قلنا ان السبب في كده الجرافيتي. يبقى كل ما انت بتعلى عدد البارتكلز بتاعت الهواء اللي موجوده بتبقى اقل، وبالتالي الدنستي بيحصل لها ايه؟ بتقل. عند سطح البحر البريشر قيمته 1 اتموسفير اللي هي 101325 باسكال. طبعا ده الضغط الجوي ده هو اللي بيأثر علينا وعلى اي حاجه موجوده في هذا الضغط، يعني ال 1 اتموسفير دوت. طيب عايزين نشوف السكشن، هل في حاجه اسمها نيجاتيف بريشر؟ لو البريشر بقى اقل من الضغط الجوي بنسمي الضغط ده vacuum pressure او tension او negative pressure. طيب عايزين مثال على القصه بتاعت الفاكيوم بريشر دي. المكنسه الكهربائيه بتعمل ايه؟ بتعمل انها بتولد جواها ضغط اقل من الضغط الجوي، فالضغط بيبقى جواها اقل من الضغط الجوي، والضغط براها اعلى من الضغط الجوي، فهي بتسحب هواء، فالهواء بيتحرك من الضغط العالي للضغط الواطي، فالهواء بيتسحب ليها، وبالتالي هي بتسحب كمان التراب اللي موجود، وبالتالي بتشتغل بتنظف يعني. فهي كل قصتها او كل فكرتها انها بتولد نيجاتيف بريشر جواها، وبالتالي بيبقى الضغط الجوي براها اعلى من الضغط جواها، فيبدا يتحرك الهواء من بره الى جوه وياخد معاه الاتربه، فبالتالي تحقق الفانكشن بتاعتها. يبقى القصة بس بتاعت السكشن اللي انا عايز اوضحهولك ان هو ده مش تنسايل ستريسز، يعني ده مش اجهاد شد، ده هو ضغط، بس هي القصة كلها ان الضغط ده اقل من قيمة الضغط الجوي. طيب هنتكلم بقى بعد كده على الابسوليوت اند جيج بريشر. الاكشوال بريشر عند اي نقطة ده هو ده الابسوليوت بريشر، لكن الاجهزه اللي بتقيس الضغط دايما معمول لها كاليبريشن، او هي بتقيس باعتبار ان الضغط الجوي هو الديتم بتاعها، فبالتالي بتعتبر الضغط الجوي ده هو الزيرو، وبتقيس اي حاجه اعلى من الضغط الجوي، ففي الحاله دي هتبقى اشاره الضغط موجبه، لو الضغط اقل من الضغط الجوي هتبقى اشارته سالبه، ده بنسميه جيج بريشر. الابسوليوت بريشر يعني الضغط المطلق، دي القيمه الحقيقيه للضغط
الجيج بريشر دي القيمة المقاسة، وهي بتقاس منين؟ الديتم بتاعها هو الضغط الجوي. ده معناه ان الابسوليوت بريشر ده موجب دائما، بينما الجيج بريشر قد يكون موجب او سالب بيزد على الفاليو بتاعه البريشر، هل هي اعلى من الضغط الجوي ولا هي اقل منه. لو كانت اعلى من الضغط الجوي هتبقى اشارتها موجبه، لو كانت اقل من الضغط الجوي هتبقى اشارتها سالبه. وبالتالي الجيج بريشر هو الابسوليوت بريشر مطروح منه الاتموسفيريك، لانه هو بيعتبر الاتموسفيريك بريشر هو الديتا. طيب لو الضغط بتاعي اقل من الضغط الجوي ده احنا بنسميه الفاكيوم بريشر، وساعتها الفاكيوم بريشر هيبقى البي اتموسفير ناقص البي ابسوليوت، وهتطلع طبعا اشارته سالبه. طب تعال نشوف مثال. لو انا عندي ده سيكشن كده، انا عندي ليك، دي ليك بحيره، وده جبل واخد نقطه في قاع البحيره ونقطه على قمه الجبل. فتعال نقول ان الديتم بتاعي اهو، ده الديتم بتاع البريشر، ده زيرو ابسوليوت، ده زيرو ابسوليوت، ده الديتم بتاع البريشر. نقطه واحد دي هل الضغط عندها اعلى من الضغط الجوي ولا اقل من الضغط الجوي؟ المسافه من اول الديتم اللي انا حاطه تحت ده لغايه الخط ده، هي دي المسافه، دي هي دي البي اتموسفير، اللي هي قيمتها كام؟ قيمتها 101.325 كيلو باسكال. طب نقطة واحد ضغطها أعلى ولا أقل؟ سطح المية ده الضغط عنده بيساوي الأتموسفيريك بريشر. طب أنت نازل تحت سطح المية المفروض إن الضغط بيزيد، فنقطة واحد دي ضغطها أكبر من الضغط الجوي. عشان كده لو أنا حبيت أحط نقطة واحد هلاقيها أعلى من الضغط الجوي هنا كده. ده البريشر أندر سي عند نقطة واحد. يبقى البريشر ده لو أنا حبيت أقول الجيج بريشر قيمته كام؟ هتبقى القيمة من الضغط الجوي المسافة دي. المسافة دي هي بي جيج، وهتبقى أكبر من الصفر أو بمعنى أصح إشارتها موجبة. طب النقطة اللي فوق الجبل دي، احنا قلنا ان احنا كل ما بنعلى عن سطح الارض الدنستي بتاعت الهواء بتقل، وبالتالي الضغط بيقل، فنقطة اتنين دي ضغطها اقل من الضغط الجوي، وبالتالي هتلاقي الفاليو بتاع ضغطها اقل، يعني هتلاقيها قريبة من الديتم اللي تحت ده، هتلاقيها هنا كده. فلو حبيت اقيس الضغط عند نقطة اتنين، الضغط المقاس ده يقاس الديتم بتاع الاتموسفيريك بريشر، فهيقرا قيمة سالبة، يبقى البريشر عند نقطة اتنين الجيج ده هيبقى اقل من الصفر، يبقى البريشر عند في اعلى هذا الجبل ضغطه اقل من الضغط الجوي، فالبريشر هتطلع الفاليو بتاعته نيجاتيف. طيب البريشر جيجز زي التاير جيجز اللي بيقيس الضغط في عجلة العربية، او اللي بيقيس البلود بريشر ضغط الدم اللي موجود في الأوردة والشرايين. اللي بيقيسه دوت هو بيقيس الجيج بريشر مش الابسوليوت بريشر. يعني لو عجلة العربية فاضية خالص نايمة، الضغط جواها لو انت جبت جهاز الضغط الراجل بتاع الكاوتش بيقيس بيه الضغط، هتلاقي انه هيقيس قيمة صفر. صفر دي لان هو بيقيس الديتم بتاعه هو الضغط الجوي، ده معناه ان الضغط جوه الكاوتش دوت بيساوي الضغط الجوي. لو بدا يزود هواء الكاوتش دوت هيبدا يتنفخ، والضغط جواه هيبقى اعلى من الضغط الجوي. الدليل لو انت خرمت الكاوتش ده هتلاقي ان الضغط بيخرج من جوه لبره، نتيجه لان المنطقه اللي جوه الكاوتش او الكاوتش جواه ضغط اعلى من الضغط الجوي، فالهواء هيتحرك من الضغط العالي للضغط الاقل. طيب نفس القصه برضو في الضغط اللي موجود في ضغط الدم. ضغط الدم كانوا بيدرسوا لنا بيقولوا لنا ان الضغط الطبيعي الشخص الطبيعي ضغطه 120 على 80، 120 على 80 دي ملي متر زئبق. فال 120 دي لو انت عايز تجيبها بالباسكال هتطلع 1.6×10^4 باسكال. ده معناه ان الضغط جوه الشرايين اعلى من الضغط الجوي بمقدار 1.6×10^4 باسكال. لو انت عايز تجيب الابسوليوت بريشر فهتجمع على هذا الضغط الضغط الجوي، يبقى الضغط جوه الشرايين اللي هي ال 1.6×10^4 هتجمع عليها الضغط الجوي اللي هو 1.01×10^5 باسكال، تطلع 1.17×10^5 باسكال. والدليل لو حد اتعور الدم هيخرج، يعني لو حصل جرح ولا حاجه هتلاقي ان الدم بيخرج من الجرح لبره، نتيجه لان الضغط جوه في الاورده والشرايين اعلى من الضغط الجوي، وبناء عليه
الدم هيخرج من الضغط العالي للضغط الأقل. طيب تعال نشوف بقى البريشر عنده نقطة نحسبه ازاي. فقبل ما نتعلم نحسبه هنشوف شوية رولز كده. لو انا عندي نقطة تحت سطح الفلويد بالمنظر دوت، فالبريشر عند النقطة دي ايكوال في كل الاتجاهات، وبناء عليه الفلويد بتاعي ستاتيك، لان البريشر لو مش ايكوال هتلاقي البارتكلز دي بتتحرك، فكانك بتبص على فلويد والفلويد دوت بيحصل فيه فوران، او يعني البارتكلز بتاعته بتتحرك جوه كده. لكن اي فلويد موجود في اي كونتينر والفلويد دوت فلويد ده اتريست، البريشر عند اي نقطه ايكوال في كل الاتجاهات. الضغط دايما عمودي على السطح، لان احنا قلنا ان الضغط ده نورمال ستريس، يبقى الضغط دايما هيبقى عمودي كده، مش هتلاقي فيه الفورس اللي بالمنظر ده اف تي دي مش موجوده، ده معناه ان ده شير ستريس، لكن دايما هتلاقيه عمودي على السطح. السطح ده مايل كده، فالفورس او البريشر فورس هتلاقيه عموديه كده. لو بنتكلم هنا على سد هنلاقي ان البريشر شكله كده. لو بنتكلم على تيوب بايب البريشر عمودي على السطح، عندي فلويد جوه ميه مثلا ماشي في ماسوره، فالضغط بيضغط عمودي على السطح كده. لو عندي ضغط زي ده برضو البريشر هتلاقيه عمودي على السطح بالمنظر دوت. طيب تعال نشوف بقى، عايزين نشوف نحسب البريشر عند نقطه ازاي. فعشان نعمل القصه ديت هناخد عندنا ده فلويد موجود في كونتينر بالمنظر ده كده، دي كونتينر فيها فلويد، هناخد جزء من الفلويد ده ابعاده دي اكس دي واي، دي واي اللي هي اللي جوه دي، ودي زد المرتفع دي، يعني الفيرتيكال بتاعه دي زد ودي اكس ودي واي اللي هو المستوى الافقي. ف جنرال كده هنفرض ان البريشر بيتغير في 3 دايركشنز، وبعدين نشوف هو فعلا بيتغير في 3 دايركشنز ولا لا. فلو قلنا ان الفيس اللي الناحيه دي ده عليه بريشر قيمته بي اكس، فلو انا اتحركت مسافه دي اكس المفروض ان البريشر ده هيتغير بمقدار البي اكس ديت، او البريشر على السطح ده هو البريشر على السطح ده زائد التغير اللي حصل في المسافه دي. التغير اللي حصل في المسافه دي هو بارشال بي باي بارشال اكس دي اكس. طب ايه قصه التغير دي بس عشان تبقى انت ايه فهمني. هنقول مثال، افرض ان مثلا انت عندك عربيه، العربيه دي انت عارف انها بتستهلك بنزين بمقدار 1 لتر كل 10 كيلو، يعني هي بتستهلك كل 10 كيلو تمشيهم لتر بنزين، وانا قلت لك انت هتمشي مسافه قدرها 100 كيلو متر، يبقى انت هتستهلك كام لتر؟ بتعمل ايه؟ بتشوف معدل التغير اللي هو 1 لتر في 10 كيلو وتضربهم في المسافة اللي انت مشيتها اللي هي 100 كيلو، فتقدر تجيب التغير اللي حصل او استهلاك البنزين اللي حصل في هذه المسافة. التغير ده ممكن اقول ان ده تغير في فوليوم البنزين اللي موجود في تانك البنزين. يعني ايه؟ يعني تانك البنزين كان فيه فوليوم V، حصل تغير، التغير ده نتيجة ان انا مشيت 100 كيلو، فحصل ان حجم البنزين اللي موجود في التانك قل، عايز اجيب النقص اللي حصل ده، فمعدل التغير او معدل الاستهلاك اللي هو 1 لتر كل 10 كيلو هضربه في المسافة اللي انا مشيتها يديني ده النقص اللي حصل في حجم الخزان. لو انا جمعته على الحجم الاصلي بإشارته هيديني الحجم بعد التغيير. يعني هنا بقول ايه؟ بقول ان البريشر اللي بيحصل تغير البريشر مع المسافه هو بارشال بي باي بارشال اكس. طب انا مشيت مسافه دي اكس، يبقى بارشال بي باي بارشال اكس دي اكس ده يديني التغير في البريشر. يبقى لو انا عايز اجيب البريشر عند هذا السطح هو البريشر اللي موجود عند السطح اللي قبله بمسافه دي اكس زائد مقدار التغير اللي حصل في هذه المسافه، يبقى هو بي اكس زائد بارشال بي باي بارشال اكس دي اكس. نفس الكلام اقدر اطبقه في اتجاه واي. لو الفيس ده عليه بريشر قيمته بي واي، يبقى الفيس اللي ورا ده اللي انا مشيت له عشان اوصل له مسافه دي واي هيبقى بي واي زائد بارشال بي باي بارشال واي دي واي. بالمثل في اتجاه زد، لو كان البريشر هنا على السطح العلوي ده قيمته بي زد، وانا همشي مسافه كده دي زد، يبقى البريشر من تحت هنا هيبقى بي زد زائد بارشال بي باي بارشال زد دي زد.
اوكي يبقى البارشال بي باي بارشال زد ده الفيرتيكال بريشر جريدينت او التغير في البريشر في الاتجاه الراسي. البارشال بي باي بارشال اكس والبارشال بي باي بارشال واي ده التغير في البريشر في الاتجاه الهوريزونتال، ده في اتجاه اكس وده في اتجاه واي. اذا عشان اقدر اشوف قيمه التغير في البريشر في اتجاه اكس هطبق في اتجاه اكس سيجما الفورسز بتساوي صفر، لان الفلويد بتاعي ماله ستاتيك. يعني الفلويد لو بيتحرك كنت هقول سيجما الفورسز بتساوي ماس في مين؟ في اكسلريشن. طب تعال نشوف ايه الفورس. الفورس هي بي اكس مضروبه في الاريا اللي هنا اللي هي بتاثر عليها، الاريا بتاعت الفيس ده اللي هي دي واي في دي زد، ناقص الفورس اللي جايه من هنا اللي هي بي اكس زائد بارشال بي بارشال اكس دي اكس مضروبه في الاريا بتاعت الفيس ده اللي هي دي واي اللي هي المسافه دي في دي زد اللي هي المسافه دي. اقدر اخد الاريا عامل مشترك واقول انها بي اكس ناقص بي اكس بلس بارشال بي باي بارشال اكس ناقص في ناقص ناقص في زائد بناقص، يبقى بي اكس ناقص بي اكس ناقص بارشال بي باي بارشال اكس دي اكس. الكلام ده كله اضربه في الاريا اللي هي دي واي باي دي زد، هلاقي ان بارشال بي باي بارشال اكس بتساوي صفر. ده معناه ان مفيش بريشر فاريشن في اتجاه اكس، يبقى البريشر از كونستانت ان اكس دايركشن. هعمل نفس الكلام في اتجاه واي واعمل نفس الكلام في اتجاه زد. طيب تعال نشوف في اتجاه واي، يبقى برضو سيجما الفورسز بتساوي صفر في اتجاه واي، يبقى بي واي ناقص بي واي بارشال بي باي بارشال واي دي واي، هضرب في الاريا اللي بتاثر عليها هي دي اكس في دي زد، من هنا برضو اطلع بارشال بي باي بارشال واي بتساوي صفر، يبقى ده معناه ان البريشر كونستنت في اتجاه واي. طب تعال نطبق في اتجاه زد، هتلاقي ان في اتجاه زد كومبوننت هتدخل معاك ما كانتش داخله قبل كده، اللي هي ايه؟ الجرافيتي، الوزن، وزن الاليمنت ده. فوزن الاليمنت ده هو الفوليوم بتاعه مضروب في جاما، لان لو انت فاكر احنا قلنا ان في بروبرتي اسمها السبيسيفيك ويت، السبيسيفيك ويت ده اللي هو الوزن على الفوليوم. فدلوقتي لو انا عايز اجيب الوزن هضرب جاما في الفوليوم، الاليمنت ده ابعاده دي اكس دي واي دي زد، ده الفوليوم بتاعه، اضربه في جاما يدي وزنه. يبقى هنا هيدخل ترم زياده اللي هو الترم بتاع جاما، جاما دي مضروبه في دي اكس دي واي دي زد، لكن اللي فوق دول شبه المعادلات اللي فاتت، بي زد ناقص بي زد ناقص بارشال بي باي بارشال زد دي زد دي اكس دي واي. من هنا حضرتك تقدر تطلع بان بارشال بي باي بارشال زد بتساوي جاما. لو انا ضربت المعادله دي في بارشال زد هيبقى بارشال بي بتساوي جاما دي زد، لو كملت المعادله هتبقى بي بتساوي جاما زد زائد كونستانت، والكونستانت هنا هو الاتموسفيريك بريشر. اذا البريشر هيطلع او طلع من الاثبات اللي احنا شفناه ده انه بيتغير في اتجاه زد بس، وبيتغير نتيجه للويت بتاعه الفلويد، يعني بيتغير نتيجه للجرافيتي. يبقى لو احنا عندنا بحيره بالمنظر ده، سطح البحيرة ده عليه الاتموسفيريك بريشر اللي هو بي نود، طول ما انا نازل كده البريشر بيزيد بمقدار جاما في اتش، حيث اتش مقاسة من سطح الفلويد او من السطح المعرض لضغط جوي اللي احنا سميناه قبل كده الفري سيرفيس. يعني السطح اللي بيأثر عليه الضغط الجوي ده اللي احنا بنسميه الفري سيرفيس، اللي هو الفاصل ما بين الاتموسفيريك بريشر او الفاصل ما بين هو السطح اللي بيأثر عليه ضغط جوي، هو الفاصل بين الجاز والليكويد ده، بس لازم يكون الجاز ده الابلايد عليه مين؟ اتموسفيريك بريشر. يبقى البريشر بيزيد طول ما انا نازل تحت السائل، البريشر بيساوي جاما اتش. يبقى البريشر عند اي نقطه على عمق اتش هو جاما ليكويد في اتش مجموع عليه الاتموسفيريك بريشر لو انا شغال ابسوليوت، لو انا بحسب الابسوليوت. البريشر عند البوتوم هنا عمق السائل كابيتال اتش، يبقى البريشر هنا هو الاتموسفيريك بريشر مجموع عليه جاما ليكويد في كابيتال اتش. طب لو انا عايز اجيب البريشر ده جيج، لو انا عايز اجيبه جيج يبقى انا بعتبر الاتموسفيريك بريشر هو الديتا، يبقى الفاليو بتاعت الاتموسفيريك بريشر دي هحطها صفر، فيطلع ان البريشر هو جاما ليكويد في اتش سمول ده عند اي عمق اتش سمول، ولو انا عايز احسب عند البوتوم ده على عمق كابيتال اتش يبقى البريشر عند البوتوم هو جاما ليكويد في كابيتال اتش. وزي ما انت شايف كده العلاقه دي علاقه لينير، يعني العلاقة بين B و H هي علاقة لينير H أس واحد،
هذه العلاقة علاقة خطية. طيب عايزين نشوف البريشر فاريشن في اتجاه زد. احنا قلنا ان البريشر بيزيد او بمقدار جاما في اتش. فلو انا عندي نقطة كده ده ليكويد ودي نقطة اسمها واحد ودي نقطة اسمها اتنين, العلاقة ما بين البريشر عند اتنين والبريشر عند واحد ان البريشر عند اتنين مفروض يبقى اكبر من البريشر عند واحد بمقدار جاما في اتش, حيث اتش المسافة الرأسية بين واحد واتنين. يبقى البريشر عند اتنين هو البريشر عند واحد زائد جاما اويل في اتش على اساس ان الخزان ده موجود فيه اويل. طيب لو انا عندي جاز بقى نيتروجين موجود في غاز كده دي نقطة واحد دي نقطة اتنين, هل برضو هقول ان البريشر عند نقطة اتنين بيساوي البريشر عند واحد زائد جاما اتش؟ قال لك لا لا. ليه بقى؟ احنا هنقول البريشر عند واحد بيساوي البريشر عند اتنين لان الجاما بتاعت الغاز او الجاما بتاعت الغازات قيمتها قليلة جدا لو انا بقارنها بقيمة البريشر, فبالتالي تأثيرها يهمل. وبالتالي بنقول ان لو انا عندي اي غاز موجود confined gas بنقول ان البريشر في كل الكونتينر ديت ايكوال لو انا عندي جاز, ولان قيمة الجاما مالها بيتم اهمالها. طيب برضو عايزين نلفت نظركم الى ان البريشر مش ديبندنت على الشيب بتاع الكونتينر. يبقى البريشر is independent of container shape. دي التجربة دي كنا بنشوفها في ابتدائي اللي هي الأواني المستطرقة, بيجيب لك تيوب أفقية كده متصلة بتيوبس بأشكال مختلفة وبتلاقي ان الفلويد مرتفع في كل كان بيحط مية ليها لون كده وكان بيلاقي ان الفلويد اللي هو حاطه ده مرتفع بنفس الارتفاع في جميع هذه التيوبس, فبالتالي الهايت بتاع الفلويد ده ذا سيم في الكونتينرز كلها لان البريشر ما بيعتمدش على شكل الكونتينر, هو بيعتمد على جاما و اتش, جاما بتاعت الفلويد و اتش ارتفاع الفلويد. فبالتالي جميع النقط اللي عند في التيوب الافقيه دي مفروض البريشر بتاعها ثابت والفلويد ده له نفس الجاما لان هو التيوبس دي كلها كونكتد مع بعض ونفس الفلويد, فبالتالي لازم يكون ارتفاع الفلويد في كل التيوبس دي واحد يبقى ايكوال هايت, ده معناه ايكوال بريشر. يبقى البريشر in a fluid at rest is independent of the shape of the container. ده معناه ان البريشر is the same at all points in a horizontal plane. يعني عند نفس ال horizontal level البريشر equal. بس انا كاتب لك هنا هل الكلام ده يعني هل دي necessary condition, هل condition ده sufficient لوحده يعني ولا محتاج يكون في شرط كمان؟ طب تعال نشوف. انا هنا عندي ده قاع البحر بالمنظر ده في غواصه هو عايم, فانت عارف ان البريشر عند سطح المايه هنا هو اتموسفيريك بريشر, لو كان الارتفاع ده اتش فنقطه اي دي الضغط عندها هيبقى بي اتموسفير زائد جاما اتش. نقطه اي ونقطه بي ونقطه سي ونقطه دي ونقطه اي ونقطه اف ونقطه جي مفروض ان جميع النقط دي نقط في مستوى افقي واحد كلهم على بعد اتش من سطح الفلويد, وبالتالي مفروض ان البريشر عندهم كله ايكوال بيساوي الاتموسفيريك بريشر زائد رو جي اتش او جاما اتش الاثنين واحد. طب تعال نبص على نقطه اتش ونقطه اي. نقطه اتش ونقطه اي نقطتين في مستوى افقي واحد, فهل ينفع نقول ان البريشر عند اي واتش واحد؟ هو ده السؤال انا كنت بساله هنا, هل لو اي نقطتين في مستوى افق واحد نقول عندهم نفس البريشر؟ فهنا مش هنقدر نقول كده لان البريشر بيساوي جاما في اتش, فمش اتش هي العامل الرئيسي, لازم يكون ذا سيم فلويد. هنا في ووتر وهنا في ميركري, هنا في زئبق في المنطقه دي, لكن هنا دي كلها ميه, فما اقدرش اقول ان الضغط عند اتش هو اتش واي ايكوال. الكونديشنز اللي لازم تخلي بالك منها عشان تقول ان في نقطتين الضغط عندهم ايكوال, نقطتين في مستوى افق واحد الضغط عندهم ايكوال, لازم يكون الفلويد ما بينهم متصل ولازم يكون ذا سام فلويد, ما ينفعش يكون عندي كذا فلويد زي الكيس بتاعت اتش واي كده في حاله والحاله الثانيه فيها فلويد واحد واقول ان البريشر عند اتش بيساوي البريشر عند اي, لا دول ما بيساويش بعض. يبقى
يبقى A و B و C و D و E و F دول نقط في مستوى أفق واحد. الفلويد continuous the same fluid، يبقى البريشر عندهم equal، قيمته P atmosphere زائد gamma H أو P atmosphere زائد gamma هي rho G يعني، فممكن أقول P atmosphere زائد rho G H. لكن مدام هنا في mercury فما أقدرش أقول إن البريشر عند H بيساوي البريشر عند I. طيب يبقى احنا قلنا إن البريشر عند أي نقطة تحت سطح تحت الفري سيرفيس قيمته، لو انا بتكلم جيج هيبقى قيمته جاما في اتش، حيث اتش مقسم للفري سيرفيس. طيب لو انا بقيس من ديتم ما وعايز اجيب علاقه ما بين البريشر وبعد النقطه عن الديتم، فانا كده بتكلم على زد. زد دي هو المسافه الراسيه من ديتم لغايه النقطه اللي عندي، فهلاقي ان في اختلاف واضح ما بين قياس الاتش والزد. الاتش بتقاس من الفري سيرفيس وانت نازل، والزد بتقاس من ديتم وانت طالع. فلو حبيت اشوف تغير البريشر مع الزد هلاقي ان دي بي باي دي زد بيساوي ناقص جاما. لو انا قلت دي بي باي دي اتش هيبقى جاما، لان البريشر بيساوي جاما اتش، حيث اتش مقاسم من فري سيرفيس وانت نازل. طب لو انا بقيس وانا طالع يبقى كل الفرق بس ان ايه، يبقى في الاشاره تبقى ماينس، يبقى دي بي باي دي زد بيساوي ناقص جاما. لو انا حبيت اكمل الإيكويشن ديت، أنا عارف والفلويد بتاعي جاما بتاعته كونستانت، ساعتها بي هتبقى بتساوي ناقص جاما زد زائد كونستانت، أو بي على جاما زائد زد بيساوي كونستانت. البي زائد جاما زد ده بنسميه بيزومتريك بريشر، والبي على جاما زائد زد بنسميه بيزومتريك هيد. طيب عايزين نفهم يعني إيه بيزومتريك هيد ويعني إيه بيزومتريك. بص الخزان اللي احنا كنا بنتكلم عليه دوت، اللي هو الخزان المنظر دوت، وكان فيه نقطتين واحد واثنين، وكنا بنجيب البريشر عند نقطة اثنين بدلالة البريشر عند نقطة واحد. فدلوقتي الاول يعني ايه بيزومتر؟ بيزومتر ده احنا بنقيس بيه ضغط، هنتكلم عليه كمان شوية. بيزومتر دوت عبارة عن تيوب ازاز بنحطها في النقطة اللي احنا عايزين نقيس عندها الضغط، وبعدين الفلويد بيرتفع في التيوب ديت لغايه ليفل معين، ونقدر نربط الارتفاع بتاع الفلويد دوت بالبريشر، هنتكلم كمان شويه. ف لو انا جبت تيوب ازاز وحطيتها في فلويد اتريست زي كده، حطيتها بحيث انها وصلت لغايه نقطه واحد، الفلويد هيرتفع لغايه فين في التيوب ديت؟ هيرتفع لغايه الفري سيرفيس، مش هيعلى فوق الفري سيرفيس. خلي بالك من نقطه مهمه، انا بتكلم على تيوب مش كابيلاري تيوب. كابيلاري تيوب اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الشابتر اللي فات دي، ديامتر بتاعها بيبقى صغير، فبالتالي الفلويد بيرتفع بالخاصيه الشعريه. لكن انا هنا مش هتكلم على خاصيه شعريه، انا بتكلم على بريشر، بستخدم تيوب كبيره للخاصيه الشعريه بتاعتها، او يعني تاثير الكابيلاري افكت بتاعها نيجليكتد. طيب التيوب اللي انا حاططها عند نقطة واحد دي، الفلويد هيرتفع لغايه سطح الفري سيرفيس. طب لو انا بدات يعني ازود العمق بتاع التيوب دي، هل الفلويد هيرتفع فوق اكتر؟ مش هيحصل، هو برضو ستيل مرتفع لغايه الفري سيرفيس. هي دي التيوب دي، هي دي اسمها بيزومتر، وارتفاع الفلويد جوه التيوب دي هو اسمه البيزومتريك هيد. في الحاله بتاعه الفلويد في الاستاتيك كل النقط ليها نفس البيزومتريك هيد. طيب المسافة بقى الرأسية ما بين نقطة واحد ونقطة اثنين دي هي المسافة H دي. H دي هي بتساوي زد واحد ناقص زد اثنين. أصل زد دي مقسم منين؟ عنده ديتم كده، وبيقول نقطة واحد دي تبعد عن الديتم مسافة زد واحد، نقطة اثنين تبعد عن الديتم مسافة زد اثنين. إذن فرق بين النقطتين دول، فرق المسافة الرأسية بين النقطتين دول هي زد واحد ناقص زد اثنين. طيب يبقى البيزومتري كده عند نقطة واحد بيساوي البيزومتري كده عند نقطة اثنين. بيزومتريك هيد ده اللي هو زد واحد زائد دي واحد على جاما بتساوي زد اتنين زائد بي اتنين على جاما. يبقى لو انا عايز اجيب فرق الضغط بين نقطة واحد ونقطة اتنين، دلتا بي هيبقى بيساوي ناقص جاما دي زد. يبقى دلتا بي بيساوي ناقص جاما دي زد. انا هحط البريشر ده، هحط البي واحد الناحية دي وأودي الزد دي الناحية دي، يبقى بي اتنين ناقص بي واحد بيساوي ناقص زد اتنين ناقص زد واحد، يبقى دلتا بي بتساوي ناقص جاما دلتا زد. طبعا انا هنا الجامعة بتاعتي كونستنت، ودلتا زد دي هي الاتش اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب لو انا عندي
مالتي فلويد سيستم. يعني ايه؟ يعني عندي خزان بالمنظر ده، وفي فلويد هنا فلويد 1، وهنا في فلويد 2، وهنا في فلويد 3. طبعا الفلويد اللي تحت خالص ده له اعلى كثافه، وده له كثافه متوسطه، واقل كثافه للفلويد اللي موجود فوق خالص. وقلت لك طب انا عايز بقى ايه، احسب البريشر عند نقطه واحد. عشان تجيب البريشر عند نقطه واحد محتاج تجمع الضغوط بتاعه النقطه اللي فوقيها. يعني ايه؟ يعني الضغط هنا اتموسفيريك بريشر. عشان انزل لغايه ما اوصل عند الانترفيس ما بين فلويد 1 وفلويد 2، هجمع عليه الجاما بتاعت الفلويد الاولاني جاما 1 في اتش 1. طب لو انا عايز اوصل للانترفيس اللي بعده اجمع كمان جاما 2 في اتش 2. طب عايز اوصل لنقطه 1 يبقى هجمع جاما 3 في اتش 3. يبقى البريشر عند نقطه 1 هو بي اتموسفير زائد جاما اتش 1 زائد جاما اتش 2 زائد جاما اتش 3. البريشر بيزيد طول ما انا نازل لتحت، وبيقل طول ما انا طالع لفوق، وجميع النقط اللي على نفس المستوى الافقي الواحد عندها نفس البريشر، بس الشرط ان الفلويد يكون متصل بين النقط ديت، وان يكون نفس الفلويد، لازم يكون ذا سيم فلويد والفلويد ايه كونتينوس. طب تعال نشوف مثال. بيقول لي انا عايزك تحسب كالكوليت ذا توتال فورس اوف ذا اتموسفير. عايز يحسب الفورس اللي بتاثر بيها الاتموسفير على تيبل. التيبل دي ابعادها 1.6 في 2.9. وبعدين عايز يحسب what is the total force acting upward on the underside of the table، وعايز الفورس بتأثر الى اعلى. طيب هو الفورس البريشر بيساوي فورس على اريا، يبقى انا لو عايز اجيب الفورس هضرب البريشر في الاريا. اذا الفورس اللي بتأثر على السطح هتبقى الاتموسفيريك بريشر اللي هو 1.013 في 10 اس 5 نيوتن بير متر سكوير في الاريا بتاعت التيبل اللي هي 1.6 في 2.9، هتطلع 4.7 في 10 اس 5 نيوتن. طب لو انا عايز اجيب الفورس اللي بتاثر على الاندر سايد على السطح السفلي من الترابيزه ديت او من التيبل ديت، طب ما هو السطح السفلي بيأثر عليه برضو الضغط الجوي، فتطلع نفس الفورس بس اتجاهها الى اعلى، وبالتالي الترابيزه ديت واقفه في مكانها. اصل لو هي في فورس بتاثر عليها في اتجاه اكتر من التاني فهتبدا تتحرك في الاتجاه دوت، اوكي كده؟ فالفورس بتأثر من فوق هي نفسها الفورس بتأثر من تحت، بتساوي الاتموسفيريك بريشر مضروب في الاريا. مثال 2 بيقول لي what are the total force and the absolute pressure on the bottom of a swimming pool. عنده حمام سباحة، عايز يحسب الفورس والابسوليوت بريشر على البوتوم بتاعه. الحمام دوت ابعاده 22 في 8.5 متر، وهو يونيفورم، هذا يونيفورم ديبس، الديبس بتاعه 2 متر. طيب ده الجزء الاولاني من السؤال. الجزء الثاني بيقول لي انا عايز احسب البريشر على السايدز بتاعه البول دوت بالقرب من البوتوم. طيب عشان نحل، الاول عايزين نجيب البريشر على القاع بتاع الخزان الابسوليوت، فهو هيبقى بي اتموسفير زائد جاما اتش. فالبي اتموسفير اللي هو 1.013 في 10 اس 5 نيوتن بير متر سكوير طبعا هيتضرب في جاما، وجاما هي روف جي، يبقى روب 1000 وجي 9.8 في اتش ب 2. قدرت اجيب قيمه البريشر. طب الفورس بريشر في اريا، الحمام ده الاريا بتاعته كام؟ 22 في 8.5، يبقى دي قيمه الفورس، هتبقى البريشر اللي انا جبته مضروب في 22 في 8.5 هيطلع 2.3 في 10 اس 7 نيوتن. طب بيقول لي بقى انا عايز البريشر اجينست ذا سايد اوف ذا بول، عايز البريشر اللي بيأثر على الجناب بتاعه الخزان بالقرب من القاع. طيب ما هو القاع بتاع البول ده يبعد عمق ثابت من السطح بتاع الميه او سطح الميه في البول ده، وبالتالي جميع النقط اللي عند القاع بما فيها النقط اللي لازقه في الحيطان عليها نفس البريشر، يبقى البريشر اللي بيأثر على السايدز بتاع البول بالقرب من البوتوم هو نفس البريشر اللي انا طلعته اللي هو 1.21 في 10 اس 5 نيوتن. تعال نشوف كمان مثال. بيقول لي what is the gauge pressure at points 1 و 2 و 3. نقطة 1 دي على سطح الأويل، دي النقطة دي، فالجيج بريشر دي عندها بصفر، لأن المفروض الأبسوليوت بريشر هو بي أتموسفير، الجيج بياخد الأتموسفيريك بريشر أز داتا، يبقى نقطة 1 دي البريشر عندها بصفر. طب نقطة 2 اللي عند الإنترفيس ما بين الأويل والووتر دي تحت عمق أو يعني على عمق 0.9 من الفري سيرفيس، يبقى الضغط عندها يبقى جاما اويل في 0.9. هو قال لي السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الاويل 0.8،
يبقى عشان اجيب جاما بتاعت الاويل هضرب 0.8 دي في جاما ووتر. طيب لو انا عايز بقى احسب البريشر عند نقطه 3، هو البريشر عند نقطه 2 زائد العمق اللي انا نزلته ده اللي هو 2.1 مضروب في جاما ووتر، يبقى البريشر عند نقطه 1 بزيرو، البريشر عند نقطه 2 جاما اويل اتش اويل. جاما اويل دي هجيبها ازاي؟ اضرب السبيسيفيك جرافيتي في جاما ووتر. البريشر عند نقطه 3 هو البريشر عند نقطه 2 مجموع عليه جاما ووتر اتش ووتر اللي هي 9810 مضروبه في 2.1، يبقى انا كده جبت الفاليو بتاعت البريشر عند نقطه 3. طيب لو انت بتعوم نير البوتوم بتاع حمام سباحه، فبيخرج اير بابلز من بقك كده، فالاير بابلز ديت بتبدا تطلع تتحرك الى لغايه ما توصل للسطح. هل الدايمتر بتاع الاير بابلز ديت بيكبر ولا بيقل ولا بيفضل زي سيم؟ هتلاقي انك طول ما البابلز دي طالعه لفوق الدايمتر بتاعها عمال بيكبر. بيكبر ليه؟ لان طول ما هي بتتحرك لفوق الاوت سايد بريشر اللي عليها بيقل. الانسايد بريشر اللي جواها ثابت، ضغط الهواء اللي جوه البابل ديت ثابت، لكن الضغط اللي براها طول ما هي بتتحرك الى اعلى بيقل. ده بيسمح ان البابل دي يحصل لها ايه؟ انها تكبر او يحصل لها اكسبانشن، فيبدا الدايمتر بتاعها يزيد طول ما هي طالعه الى اعلى. لكن طبعا البريشر جواها ثابت، البريشر اللي بيقل ده البريشر الخارجي، ومما يؤدي الى ان بيحصل ايه؟ ان البابل ديت بيحصل لها اكسبانشن او يعني بتكبر. حاجه تاني، لو انت بتشرب عصير باستخدام شاليمو كده، ف ايه الحاجه المسببه لان العصير دوت يطلع يتنقل تقدر تشربه؟ يعني هل هي البريشر ولا الجرافيتي ولا الانيرشيا ولا الماس؟ هي القصه كلها ان وانت بتسحب العصير دوت انت بتسحب هواء، فبيحصل تمدد للرئه بتاعتك، وده بيولد ضغط اقل من الضغط الجوي جوه بقك، فبيبقى السطح بتاع العصير ده معرض لضغط جوي، وجوه الفم بتاع الانسان اللي بيشرب العصير من خلال الشاليمو ديت بتولد ضغط سالب، فبالتالي الضغط الجوي بيبقى اكبر من الضغط السالب، فبيبدا يضغط على الفلويد ويتحرك الفلويد في الشاليمو ده ويتنقل لبقك. فدي هي كل القصه بتاعت السحب او يعني الشرب بتاع اي فلويد او اي عصير من خلال الشاليمو. كمان مثال، عايزين نحسب البريشر اللي بيأثر على دايفر على عمق 100 فيت تحت سطح البحر. البريشر الجيج بتاعه عليه هيبقى رو جي اتش او جاما اتش، فنقدر نحسب الفاليو بتاعت البريشر تطلع 2.95 اتموسفير. طب لو انا عايزه ابسوليوت هجمع عليه الضغط الجوي اللي هو 1 اتموسفير وتطلع 3.95 اتموسفير. طيب في خطر على الغواص دوت، وهو لو هو طلع من هذا الليفل طلع لسطح البحر بسرعه، لان طبقا لبويلز لو البي في بتساوي كونستانت، بي ده بريشر وفي ده الفوليوم. فلو انا قلت ان انا هقارن الوضع ما بين نقطه 2 اللي هي على عمق 100 فيت تحت سطح البحر ونقطه 1 اللي هي عن سطح البحر، البريشر هنا قيمته تقريبا 4 اتموسفير والبريشر هنا قيمته 1 اتموسفير، فاقدر اقول ان V1 V1 بتساوي V2 V2، يبقى V2 على V1 بتساوي V2 على V1 اللي هي 3.95 على 1 يعني تقريبا 4. البريشر من نقطة 2 لنقطة 1 هيقل للربع، فالفوليوم مفروض يزيد الى 4 امثال. فلو الغواص دوت كان حابس نفسه وهو طالع، معناها ان حجم الرئة بتاعته هيزيد 4 مرات، وده ممكن يؤدي الى. طيب هنتكلم بقى على باسكال برينسيبل. قاعده باسكال بتقول لك انا لو عندي فلويد، الفلويد ده انكمبريسبل وموجود في كونتينر، ف اي تشينج في البريشر ابلايد على الفلويد دوت هيحصل له ترانسميشن من خلال هذا الفلويد، وكمان بيتنقل للوولز بتاعه الكونتينر. المثال ليها هي زي معجون السنان مثلا، انبوبه معجون السنان، انت بتضغط على الانبوبه دي في اي حته في الانبوبه، الضغط بتاعك اللي انت اثرت بيه ده بيتنقل من خلال الفلويد اللي هو معجون السنان لغايه ما يوصل ويبدا
يخرج معجون السنان دوت من المخرج بتاعه في الأنبوبة ديت، فأنت بتأثر في أي نقطة لكن بالضغط بتاعك، لكن الضغط دوت بيتنقل بيحصل له ترانسميشن من خلال هذا الفلويد. أحد التطبيقات على البريشر ترانسميشن هي المكبس الهيدروليكي. المكبس الهيدروليكي فكرته إن أنت عندك اسطوانة صغيرة متصلة باسطوانة كبيرة، وبيكون في زيت ما بين الزيت واصل ما بين الاسطوانتين دول، أنت بتأثر بفرصة صغيرة، فرصة ضعيفة بتقدر بيها ترفع عربية وزنها في حدود طن أو أكتر. ده بيتم إزاي؟ طبقا للشكل اللي قدامك دوت، نقطة واحد ونقطة اتنين أو المكبسين دول على نفس المستوى الأفقي، فالبريشر عند نقطة واحد بيساوي البريشر عند نقطة اتنين. البريشر عند نقطة واحد هو F1 على A1، والبريشر عند نقطة اتنين F2 على A2. فبالتالي أقدر أقول إن F2 على F1 بتساوي اتنين على A1. فحسب الريشوز ما بين الكروس تو كروس سكشن أرياز هقدر أثر بفرص قليلة. لو الاريا الأولانية دي A1 دي اريا صغيرة، فأنا أقدر أثر بفرص قليلة بس يديني نفس البريشر اللي هو وزن العربية مقسوم على الكروس سكشن اريا الكبيرة بتاعت البيستون دوت. أحد تطبيقات باسكال برينسبل هي البريكنج بتاعت البريكنج سيستم بتاع العربيات. هو في نوعين، في نوعين يعني هما الأكثر شيوعا، يعني الديسك بريك والدرام بريك. طبعا في حاجة اسمها ABS جديدة. الديسك بريك عبارة عن تيل فرامل، التيل دوت بيبقى شكله المنظر ده كده، ده التيل ودي الطنبورة بتاعت العربية. كل اللي بيحصل انك لما تضغط على رجلك برجلك هنا، اللي بيحصل ان الزيت بتاعك بيبدأ او الزيت بتاع الفرامل بيبدا يضغط يتنقل في المواسير بتاعه، يعني في البايبس بتاعه البريكنج سيستم، وتبدا تتنقل لغايه السلندر ديت. البريك سلندر ديت بتبدا تضغط من الناحيه دي ومن الناحيه دي على البادس اللي هي تيل الفرامل، وتوقف لك الديسك ده. دي بيسموها ديسك بريكنج. هي الفكره انك بتضغط بفرصه قليله الفرصه بتاعت رجلك دي، بحيث انك تولد فرصه كبيره جدا تبدا توقف لك العجله بتاعت العربيه. في نوع تاني اسمه درام، اللي هو اللي هي ديت هي درام بريكنج. والدرام بريكنج الفرق بينها وبين الديسك بريكنج ان التيل بتاعها شكله كيرفت كده، واما بتضغط الـ هو النص سلندر دوت ونص سلندر التاني بيبدا يتحرك لبره. دي الطنبوره بتاعت العربيه اللي بتلف ساعتها، برضو ده بيحصل فريكشن في المنطقه ديت وهنا، وبيبدا يوقف العجله. هي القصة هي نفس القصة بتاعت الترانسميشن بتاع البريكنج. هنتكلم على حاجة اسمها باسكال بارادوكس. ايه باسكال بارادوكس ديت؟ انا عندي خزانين بالمنظر دوت، الخزانين دول لهم نفس الكروس سيكشن اريا بتاعت البيز، الاثنين لهم دايمتر 3 متر، وارتفاع الفلويدز الموجودة جواهم نفس الفلويدز ونفس الارتفاعات، يعني في ارتفاع مية متر ونص وفي ارتفاع اويل 2.4 من عشرة. فعايزين نشوف البريشر والفورس اللي بتأثر على القاع بتاع الخزانين دول. هنلاقي ان البريشر هو جاما اتش. انا عندي تو ليكويدز، يبقى جاما بتاعت الليكويد الاولاني في اتش بتاعته زائد جاما بتاعت الليكويد الثاني في اتش بتاعته، يبقى جاما اويل اتش اويل زائد جاما ووتر في اتش ووتر، يطلع البريشر 35.9 كيلو باسكال. لو انا عايز اجيب الفورس اللي بتأثر على البيز بتاعت الخزان، هضرب البريشر دوت في مين؟ في الاريا. الاريا اللي هي باي على 4 في 3 سكويرد، يعني هي بتاع الدايرة. جبت الفورس. طيب هو مش مفروض ان الفورس دي بتساوي وزن الفلويد اللي موجود جوه الخزان دوت؟ بس هنيجي نحسب وزن الفلويد الموجود جوه الخزان الاولاني، هنلاقيه 253.8 كيلو نيوتن. اما نروح نحسب وزن الفلويد الموجود في الخزان التاني هيطلع 134.2 كيلو نيوتن. طيب ليه في ديفرنس؟ الديفرنس الموجود ده نتيجة لأن الوولز بتاعت الخزان الأولاني vertical، وولز رأسية. الوولز الرأسية دي البريشر فورس هتبقى عمودية عليها، مفيش أي مركبة في اتجاه الرأسي. المركبة اللي في اتجاه الرأسي دي عدم وجودها، يبقى هي ما بتأثرش على الوزن. فهتلاحظ إن الفورس اللي انت حسبتها هنا
253.8 هي اللي موجوده في الحاله الاولانيه، الحاله دي لان الحيطان فيرتيكال، فالهيدروستاتيك بريشر فورس هنا افقيه مش متاثر في الوزن، لكن الحيطان المايله ديت البريشر فورس عليها هتبقى مايله عموديه عليها، ليها كومبوننت راسيه، الكومبوننت الراسيه بتاعتها بتزق الاعلى كده، فتقلل لك قيمه الوزن بمقدار هذه الهيدروستاتيك بريشر فورس او الكومبوننت الراسيه. عشان كده في الحاله دي الوزن طلع اقل من الفورس اللي موجوده على القاعده، الفورس الموجوده على القاعده هنا قد الفورس الموجوده على القاعده هنا، لكن نتيجه ان الحيطان دي مايله كده فالبريشر اللي بيأثر عليها عمودي على الحيطه ليه مركبه هوريزونتال هيلاشوا بعضيهم، الحيطه دي والحيطه دي هيلاشوا بعض في الاخر، لكن المركبه الفيرتيكال اتجاهها الى اعلى تقلل لك الوزن او يعني تجيب لك وزن اقل، هيبقى الفورس اللي على البيز ناقص الفورس اللي بتزق لفوق. لو الحيطان بتاعه الخزان دي مايله لبره كده هتلاقي ان وزن الخزان اكبر، لان المركبه بتاعه الفورس في الحاله دي بتزق لتحت مع البريشر فورس، وبناء عليه الوزن هتلاقيه بقى اكتر. نشوف الميجرمنتس بقى بتاعه البريشر. البريشر ممكن نقيسه باستخدام البارومتر، والبارومتر ده بيقيس الضغط الجوي، البيزومتر تيوب والمانوميتر، ودول بيقيسوا الضغط بس ما ينفعش يحلوا محل بعض، هنشوف كمان شويه. الانورويد بارومتر وده بيزد على سبرينج ديفورميشنز، وفي حاجه اسمها بريشر ترانسديوسر وده الموست ادفانسد. احنا اللي يهمنا اول ثلاث انواع اللي احنا اتكلمنا عليهم، وهنتكلم عليهم بالتفصيل في السلايس الجاي. البارومتر دوت لو انت فاكر احنا كنا بنستخدمه في قياس الضغط الجوي، وهو كان عباره عن انبوبه من الازاز بنملاها زئبق ونقلبها في حوض فيه ازاز، معتمدين على القوانين اللي احنا قلناها، او بمعنى اصح معتمدين على ان اي نقطتين في مستوى افقي واحد بنفس الفلويد، والفلويد كونتينوس والفلويد اتريس، نقدر نقول البريشر عندهم ايكوال، يعني نقطه بي ديت الضغط عندها بيساوي الاتموسفيريك بريشر هنا، فنقدر نقول نقطه بي الضغط عندها هو نفس الضغط الجوي. طب الضغط عند نقطة B ده هو بيساوي جاما H جاما زيبقى في الارتفاع ده زائد الضغط هنا. طب ايه الضغط عند نقطة C؟ هل اللي موجود هنا ده هوا؟ هل الضغط ده ضغط جوي؟ لا طبعا، هو ده مش هوا لانه مش مفتوح على الهوا، والانبوبة دي كان فيها ميركري وانت قلبتها في حوض في ميركري، فمفيش مصدر لدخول الهوا. اللي حصل ان المنطقة ديت اللي حصل فيها ان البريشر فيها قل لغاية ما وصل للفيبور بريشر بتاع الميركري، فهنا في بخار زئبق، وهذا البخار ضغطه هيبقى ضغط البخار بتاع الزئبق، فنقدر نقول ان البريشر هنا بيساوي البريشر عند نقطة بي بيساوي الاتموسفيريك بريشر، البريشر عند نقطة بي هو بي سي زائد جاما زئبق في اتش زئبق، بس بي سي دوت هو الفيبور بريشر بتاع الزئبق، وده قيمته نيجليكتد قيمته قليله جدا فنقدر نهملها، وبناء عليه نقدر نقول ان الاتموسفيريك بريشر هو جاما زئبق في اتش. التشنج في الاتموسفيريك بريشر او الضغط الجوي زي ما اتكلمنا في الاول خالص، قلنا الضغط الجوي بيتاثر بالارتفاع عن سطح البحر، لو طلعنا فوق جبل قيمه الضغط الجوي دي هيحصل لها ايه؟ هتقل طبعا. ارتفاع الزئبق في البارومتر بيبقى قد ايه؟ بيبقى 760 ملم زئبق، وده احنا بنستخدمه في قياس الضغط الجوي. ولو انت فاكر في اول محاضره ديت قلنا ان الضغط الجوي يكافئ ارتفاع عمود من الزئبق قيمته 760 ملم، ولو عايزين نجيبه كميه فهنقول جاما زئبق في اتش زئبق بيساوي جاما ووتر في اتش ووتر، فنقدر نجيب ارتفاع هذا العمود في حاله الميه هيطلع 10.3 متر ميه، يبقى الاتموسفيريك بريشر بيساوي 760 ملم زئبق بيساوي 10.3 متر ميه، ده ابسولوت بريشر. طيب البي فيبر بتاعت الزئبق كام؟ 4.1586 باسكال ابسولوت عند 20 درجه مئويه. لو انت حبيت تقارن
بريشر عند نقطة A والبريشر عند نقطة B. اتموسفيريك بريشر، بريشر عند B هو البريشر عند A زائد جاما زي بقى في H اللي هي البي فيبر زائد جاما زي بقى في الH، فهيطلع 101 كيلو باسكال. الفاليو بتاعت الفيبر بريشر دي زي ما قلت لك بتاعت الزئبق احنا بنهملها تقريبا لان قيمتها قليله جدا. البريشر في البايبس ممكن نقيسه باستخدام البيزومترز او المانومترز. البيزومتر عن طريق ان انا هوصل في البايب دي تيوب ازاز كده، فالفلويد هيرتفع في التيوب ديت بمقدار اتش، فيطلع ان البريشر جوه البايب دي قيمته جاما في اتش. يا اما هستخدم اليوتيوب مانومتر. المانومتر ده تيوب على شكل حرف يو كده، وبحط فيها ميجرنج ليكويد هنا، واقدر اربط قيمه البريشر في البايب بالبريشر جوه في المانومتر دوت، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل. المانومتر ميزته انه نقدر نستخدمه في قياس البريشر في الجازس، بيقيس قيم بريشر عاليه. وتعالى نتكلم بالتفصيل عن كل واحد منهم. البيزومتر الاول، انا هنا عندي بايب، والبايب دي عايز اقيس البريشر اللي فيها دي، ده الكروس سكشن بتاع البايب، وانا عايز اقيس البريشر في البايب دي، فوصلت فيها تيوب ازاز بالمنظر ده كده. فاول ما وصل التيوب ديت الفلويد اللي جوه البايب هيبدا يرتفع هنا لغايه منسوب معين، هذا المنسوب ريليتد لقيمه البريشر هنا. كل ما البريشر هنا يزيد كل ما الارتفاع ده هيعلى، وبعدين يتحول الى ان الفلويد اللي جوه البايب دي هيفضل هيثبت. فنقدر نقول ان البريشر جوه البايب هو البريشر عند النقطه دي، البريشر عند النقطه دي هو جاما اتش زائد الاتموسفيريك بريشر الموجود هنا. فنقدر نقول البريشر عند ايه ابسولوت بيساوي بي 1 اللي هو بي اتموسفير زائد جاما 1 اتش 1. انا معتمد على ان النقطتين دول نقطتين على مستوى افقي واحد، فالبريشر عندهم ايكوال. لو انا عايز اجيب البريشر دوت جيج، كل هعمله ان البي اتموسفيريك دوت هو الديتم بتاعي، فانا بقيس منه، فبالتالي هو بالنسبه لي الزيرو، يبقى انا هحطه بزيرو، يبقى ساعتها البي اي جيج هتبقى جاما 1 اتش 1. ايه هي الليميتيشنز على استخدام البيزومترز؟ البريشر في الكونتينر لازم يكون اكبر من الاتموسفيريك بريشر عشان الفلويد يعلى في البيزومتر، لان لو البريشر اقل هيسحب هواء مش هيعلى في البيزومتر. النقطه الثانيه ان البريشر لازم تكون قيمته ريلاتيفلي سمول عشان اقدر ارتفاع البيزومتر ده يستوعبه، لان البريشر هنا لو عالي قوي هيحتاج بيزومتر طويل جدا وبالتالي مش هينفع استخدمه. الفلويد اللي انا محتاج ان انا اقيس البريشر بتاعه البيزومتر مش هينفع الا لو كان الفلويد دوت ليكويد. طب تعال نشوف بقى اليوتيوب مانومتر. اليوتيوب مانومتر ده الكروس سيكشن بتاع البايب اهو، بوصل مانومتر بيكون فيه هنا جيج فلويد، فلويد تاني غير الفلويد اللي موجود جوه البايب، معتمدا انا على ان باخد مستوى كده، باخد سطح الفاصل ما بين الفلويد اللي جوه البايب والفلويد الميجرنج، وباخد نقطه قصاده واقول ان نقطه 2 ونقطه 3 دول نقطتين في نفس المستوى الافقي، وبالتالي البريشر عندهم ايكوال. لازم طبعا النقطتين دول يكون الفلويد ما بينهم كونتينوس في الحاله بتاعتنا ونفس الفلويد. البريشر عند نقطه 2 هو البريشر عند A زائد المسافه اللي انا نزلتها من 1 الى 2، يبقى زائد جاما 1 في اتش 1. طب البريشر عند نقطه 3 هنا هو الاتموسفيريك بريشر زائد جاما بتاعت الفلويد اللي انا بقيس بيه دي اللي هي جاما 2 في اتش 2. اقدر اقول ان بي اي ابسولوت زائد جاما 1 اتش 1 بتساوي بي اتموسفير زائد جاما 2 اتش 2. يبقى من هنا اقدر اطلع البريشر جوه البايب. طب لو انا عايز البريشر جوه البايب جيج، يبقى انا هحط الاتموسفيريك بريشر ده الفاليو بتاعته زيرو. لو كان الفلويد اللي جوه البايب دوت جاز، المانومتر هيشتغل عادي خالص، بس كل اللي هتعمله انك الجاما بتاعت الجاز ده نيجليكتد، فالترم بتاع اتش 1 في جاما 1 ده هتلاقيه بقى بصفر، فبقى البريشر هو جاما 2 في اتش 2 اللي هي دي. الفلويد اللي في اليوتيوب مانومتر ده بنسميه الجيج فلويد.
الجيج فلويد ده يعتمد على الابليكيشنز اللي انا هستخدمه واللي انا هستخدم يعني الابليكيشن بتاعي و ويعتمد على انا بقيس البريشر بتاع ليكويد ولا بتاع جاز. طيب في بقى انواع اخرى من المانومتر، في حاجه اسمها ديفرنشال مانومتر. ديفرنشال مانومتر ده بيقيس فرق ضغط ما بين ماسورتين. انا عندي في بايب هنا واسمها بايب ايه، ده الكروس سكشن بتاعها، ودي بايب اسمها بايب بي. الفلويد اللي موجود جوه بايب ايه ده له جاما جاما 1، الفلويد اللي موجود جوه البايب بي له جاما جاما 3، وده المانومتر فلويد اللي موجود هنا. برضو بتشتغل بنفس الطريقه، باخد سطح الفاصل المنخفض دوت واقول النقطه 2 ونقطه 3 هما نقطتين في مستوى افقي واحد، فالبريشر عندهم ايكوال. البريشر عند نقطه 2 هو البريشر عند نقطه A زائد جاما 1 اتش 1. طب البريشر عند نقطه 3 هو البريشر عند B زائد جاما 3 في اتش 3 ينزلني لغايه هنا، وبعدين زائد جاما 2 في اتش 2 ينزلني لغايه هنا. ومن هنا اقدر اجيب له فرق البريشر بي ايه ناقص بي بي. ده بنسميه ديفرنشال مانومتر، بيقيس فرق الضغط. جنرال نوت، الجيجنج فلويدز في الغالب بتبقى زبق او ميه. بعض الانواع من الاويلز ممكن تستخدم. الميركري بيستخدمه لو انا عندي لارج بريشر ديفرنسز. التمبريتشر المفروض ناخدها معانا في الاعتبار لانها بتاثر على الفاليو بتاعه الجاما، وبتاثر على الدنسيتي، وبالتالي بتاثر على السبيسيفيك ويت. طبعا نخلي بالنا برضو ان الكابيلري افكت ممكن يلعب دور فيطلع لي قرايات غلط، بس هي الفكرة ان الكابيلري افكت دوت في الغالب بيكون تأثيره بيكنسل بعض، ان انت عندك فرعين من التيوب ديت، فبالتالي تأثير الكابيلري افكت في الغالب بيلاشي بعض. طيب ده برضو اكزامبل على الديفرنشال مانومتر، بيقول لي فايند ذا تشينج ان بيزومتريك بريشر اند بيزومتريك هيد بين بوينت 1 وبوينت 2. دي بوينت 1 ودي بوينت 2، في فرق ما بينهم دلتا زد اللي هو زي 2 ناقص زد 1، وهو حاطط هنا مانومتر بالمنظر دوت، والمسافه دي هي دلتا اتش، والمسافه دي هي دلتا واي. الفلويد اللي بقيس بيه ده له جاما ام. فعشان نبدا هنقول ان البريشر عند نقطه 2 ونقطه 3 دول نقطتين في مستوى افقي واحد، فالبريشر عندهم equal. البريشر عند 3 والبريشر عند 2 ده equal. طب البريشر عند 3، البريشر عند 3 related بالبريشر عند نقطة 1. البريشر عند 3 هو البريشر عند 1 زائد المسافة اللي نزلتها دي اللي هي دلتا y دلتا h مضروبين في جاما، يبقى b 1 زائد جاما دلتا y دلتا h هو ده b 3. طيب b 4، b 4 مرتبط ب b 2، بس انا هنزل مسافة دلتا z زائد دلتا واي في جاما، وهنزل جاما ام دي هضربها في دلتا اتش، يبقى جاما في دلتا زد زائد دلتا واي زائد جاما دلتا اتش. يبقى انا هنا جبت البريشر ديفرنس اللي هو بي 1 ناقص بي 2، وديت البي 2 ناحيه الشمال، وديت جاما دلتا واي دلتا اتش اللي هي الجزء ده ناحيه اليمين هنا، فظهر لي المعادله بالمنظر دوت. وعايز البيزومتريك هيد، انت محتاج تقسم المعادلة على جاما، ومحتاج كمان هو عايز البيزومتريك هيد والبيزومتريك بريشر. فالبيزومتريك بريشر يبقى انت هتودي جاما دلتا زد الناحية التانية، ودلتا زد دي هتفكها وتحطها زد واحد ناقص زد اتنين. ده كده هو البيزومتريك بريشر. البيزومتريك هيد هتقسم المعادلة على جاما، يبقى ده هو البيزومتريك بريشر ديفرنس. لو انت عايز تجيب البيزومتريك هيد يبقى تقسم المعادله على جاما، هتطلع ان البيزومتريك هيد هو دلتا اتش في جاما ام ناقص على جاما ناقص 1، ده هو البيزومتريك هيد ديفرنس. طيب
في نوع كمان من المانومتر اللي اسمه انكلايند مانومتر، وده الفرق بينه وبين المانومتر اليوتيوب الديفرنشال مانومتر العادي، ان الضلع بتاعه ده مش فيرتيكال، لا بيبقى مايل كده. بعمله مايل لان المسافه اتش 2 دي ممكن تكون قيمتها قليله جدا، فلو حصل ايرور مثلا 1 ملي في مسافه سنتي فالايرور ده 10%. انا بحاول اقيس مسافه اطول شويه، فانا عايز اقيس المسافه المايله دي، فالمسافه المايله دي لو طلعت 2 سنتي وانا حصل خطا في القراءه عندي 1 ملي، فالخطا بقى 1 على 1 ملي، 1 على 20 ملي بدل ما يبقى 1 على 10 ملي، فانا بحاول اقلل الايرور. نستخدمه في قياس السمول بريشر تشينجز، نقدر نقول بريشر عند نقطة 1 والبريشر عند نقطة 2 ايكوال، لان دول نقطتين في مستوى افقي واحد ونفس الفلويد، فنقدر نقول 1 و2 دول بريشر عندهم ايكوال. طب البريشر عند 1 هو البريشر عند ايه زائد جاما 1 اتش 1، البريشر عند 2 هو البريشر عند بي، عشان انزل بقى من بي لنقطة 2 هنزل جاما 3 في اتش 3 تنزلني لغاية هنا، وبعدين انزل جاما 2 في اتش 2 عشان انزل لغاية هنا، يبقى دي المعادلة. يبقى من هنا اقدر اوصل المعادله دي. انا بقول ان انا مش عايز اقيس اتش 2 عشان دي قيمتها قليله جدا، فاي ايرور فيها هيجيب لي ايرور كبير في فرق البريشر، فبالتالي بقيس المسافه المايله اللي هي ال 2. طب ما هي العلاقه بين ال 2 واتش 2؟ لو انا خدت المثلث ده هيطلع ال 2 ودي اتش 2، العلاقه ما بين اتش 2 وال 2 هي ساين الزاويه دي، اتش 2 بتساوي ال 2 ساين ثيتا، فاقدر اشيل اتش 2 واحطها ال 2 ساين ثيتا، ومن هنا اقدر اجيب دلتا بي. اذا كنت انا بقيس بريشر ما بين 2 بايبس وال 2 بايبس دول فيهم جازز، فاقدر اهمل قيمه جاما 3 وجاما 1، فتتحول المعادله الى صوره ان بي اي ناقص بي بي بتساوي جاما 2 في ال 2 ساين. تعال بقى نشوف مثال اخير في هذه المحاضره. المثال ده بيقول لي كالكوليت اير بريشر ان ذا شون فيجر، عايز يحسب البريشر عند في الهواء اللي موجود فوق الميه ده عند نقطة 4، وهو عايز يحسب بريشر هنا في المنطقة دي في الهواء ده، وهو مديني مانومتر وفي ليكويدز كذا ليكويد كده، هنا ميركوري وهنا اويل وهنا ووتر. فعشان نبدأ نحل القصة دي هنقول والله نقطة 1 ونقطة 2 دول نقطتين في مستوى افقي واحد، فالبريشر عند 1 بيساوي البريشر عند 2. انا ما اعرفش البريشر عند 2 بس اعرف اجيب البريشر عند 1 اللي هو جاما زيبق في اتش 3 زائد الاتموسفيريك بريشر الموجود هنا. طيب نقطة 2، نقطة 3 دي فوق نقطة 2 بمسافة مقدارها اتش 2، فأقدر أقول إن البريشر عند 3 أقل من البريشر عند 2 بس بمقدار جاما أويل في اتش 2 اللي هي المسافة اللي أنا طلعتها من هنا لهنا دي. يبقى البريشر عند 3 بيساوي البريشر عند 2 ناقص جاما أويل في اتش 2. والبريشر عند 2 اللي كنت لسه جايبه اللي هو بي اتموسفير في جاما زيبق في اتش 2، فاقدر اقول ان البريشر عند 3 هو بي اتموسفير زائد جاما زيبق في اتش 3 ناقص جاما اويل في اتش 2. طب انا هنا وصلت لنقطه 3، نقطه 3 دي مقابله للنقطه دي كده. طيب نقطه 4 ايه علاقتها ب 3؟ اقل من 3 بمقدار جاما ووتر في اتش 1، فاقدر اقول ان بي 4 بيساوي بي 3 ناقص جاما ووتر في اتش 1. من هنا اقدر اجيب قيمه البريشر عند نقطه 4 اللي هو طالبها، ان نقطة 4 ديت ده جاز اير، فكل الهواء دوت الضغط فيه متساوي زي ما اتفقنا، لان احنا قلنا ان الجاما بتاعته قليله وممكن نهملها او هي تهمل، لان مقارنه بقيمه الضغط قيمتها قليله جدا، وبناء عليه قدرنا نجيب له البريشر عند نقطه 4 اللي هو البريشر فيه. الانواع الفاضله في القياس بتاع البريشر انواع، يا اما ميكانيكال زي البوردون جيج، يا اما الكتريكال زي البريشر ترانسديوسرز، ودي يعني احنا مش انترستد قوي فيها، انا عايزك بس تعرف ان في انواع ميكانيكال وفي انواع الكتريكال، بس يعني هي بعيده شويه عن الكورس بتاع الفلويد ميكانكس. طبعا ليها ابلكيشنز عندنا بس ملهاش يعني مش محتاجينها، او يعني جاست ا ديفايس يستخدم في قياس البريشر وما نقدرش نطبق عليه الرولز بتاعتنا. بكده نكون خلصنا المحاضرة الأولى في الشابتر الثاني في الكورس الخاص بمادة ميكانيكا المواد.